رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد ما شفنا التقرير قبل الفاصل اللي بيتكلم عن أهم الإنجازات اللي حققتها مصر في مجال السياحة. طيب احنا في فقرة الجرافيكس اخترنا بقى نترجم لحضراتكم الكلام اللي قلناه من أول الحلقة في صورة أرقام، عشان الأرقام الحقيقية دايما بتهدم الأساطير. طيب هي إيه بقى أساطير النهاردة؟ نبدأ بالأسطورة الأولى. كانت بتقول ان السياحه عمرها ما هتقوم تاني، وان البلد دي محدش هيدخلها والكل هيخاف يزور مصر بقى والخوف والكلام ده كله. انما الحقيقه بتقول ان ايرادات السياحه سنه 2019 ارتفعت بنسبه 28% عن سنه 2018. مصر حققت ايراد 12.6 مليار دولار سنه 2019 مقابل 9.8 مليار دولار سنة 2018. وبالمناسبة ده أعلى رقم لإيرادات السياحة في تاريخ مصر، عشان الحاجات دي بتوجع إخواتنا البعد شوية. طيب نروح للأسطورة رقم 2، بتقول إيه بقى؟ طول ما أنتوا بتقولوا وتضربوا أي أرقام، ما أنا سامعة برضو البعض من حضراتكم يعني إخواتنا برضو المصريين وإحنا مش مصدقينكم. إنما الحقيقة بقى اللي العالم كله بيقولها حضرتك مش إحنا بس، بتقول ان قطاع السياحه تقدم 9 مراكز في تقرير التنافسيه العالميه الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. مصر كانت في المركز 74 سنه كام؟ سنه 2018، وبقت المركز 65 سنه 2019، زي ما حضراتكم كده شايفين وبالالوان وبالحركات وبتاع قدامكم على الشاشه. طيب الاسطوره الثالثه بتقول ان كل ده يعني يعتبر ولا حاجه، والشغل عادي يعني لا في تخطيط ولا في تجهيز، والعمليه ماشيه كده بالبركه. وطبعا خلينا نقول ان الحمد لله يا رب دايما البركه يعني تحوطنا كلنا كمصريين. انما في حقيقه مهمه بتقول ايه بقى؟ ركزوا حضراتكم معايا. مصر سنه 2019 هي رقم 5 على العالم في استراتيجيه الترويج والتسويق السياحي. حلو قوي. طب احنا في 2018 كنا كام؟ كنا 60 على العالم سنة 2018. اتقدمنا كام بقى؟ لا مركز ولا 2 ولا 3، لا اتقدمنا 55 مركز. حضرتك متخيل احنا عملنا ايه؟ مصر الحمد لله ايوة نجحت نجاح غير مسبوق في الترويج لنفسها سياحيا على مستوى العالم، ويمكن ده في الوقت اللي فيه كدابين الزفة اللي قاعدين عند أردوغان بيحاولوا يدمروا أي سمعة لمصر في أي مستوى حتى في مجال السياحة. فتلاقيهم بقى إيه؟ شغالين ليل نهار برامج ما تنشرش غير الكذب، الخداع، التدليس، الغاية تبرر الوسيلة بغض النظر عن شرعية الوسيلة من عدمها. يمكن آخرها موضوع الطريق، طريق الكباش، الإشاعة اللي هم حاولوا إن هم يروجوها كده، والسوشيال ميديا واللجان الإلكترونية بقى والحاجات التحابيش بتاعتهم دي. طريق الكباش وإن مصر بتدمر الآثار وإن مش عارف إيه والكلام اللي بيكون فيه اللي هو الأداء والحزق بتاعهم ده. إنما ما فيهوش لا موضوعية ولا حقيقة ولا مهنية، كذب وخداع وتدليس وشكرا. إحنا بقى قلنا نستغل الفرصة، الفرصة اللطيفة دي، وننزل الصعيد. فين؟ في الأقصر، نشوف الموضوع والحكاية. وبصراحة مهما يعني أقول لحضراتكم بلدنا حلوة قد إيه والسياحة حلوة قد إيه والناس جميلة، مش هعرف يعني يمكن يعني اوصل لكم في الوقت الضيق ده. اتمنى يعني نقدر ننقل لحضراتكم حقيقه النجاح وحقيقه المشاعر الطيبه وحقيقه جمال مصر الحقيقي من خلال التقرير الخارجي اللي احنا عملناه في الاقصر من قلب طريق الكباش. هسيبكم معاه. حياتي واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم الحقيقه. صحينا من النوم في يوم لقينا الدنيا مقلوبه وناس عماله تكتب وتقول الحقوا طريق الكباش، الحقوا اثار مصر، انتوا مش عارفين انتوا هتعملوا ايه. لحد ما احنا نفسنا اتخضينا وقلنا لا، احنا لازم نتواصل مع المسؤولين ونشوف ايه الحدوته وايه القصه. فلقينا المسؤولين بيقولوا لنا إن الحكاية بسيطة ويمكن في معلومات وتفاصيل غايبة عننا ولازم نوضحها. فقلنا ما بدهاش بقى، احنا لازم نسافر الصعيد
ونيجي الأقصر ومن قلب طريق الكباش زي ما حضراتكم شايفين. هنتابع القصة وهنتابع التفاصيل ونوصل لحقيقتها مع حضراتكم. تحياتي لحضراتكم من جديد من بداية طريق الكباش. طب هو ببساطة ايه طريق الكباش ده؟ طريق الكباش كان بيستخدم قديما في دولة مصر القديمة ايام الفراعنة زي ما احنا بنقول في الاحتفالات والشعائر الدينية. طول الطريق 2700 متر وعرضه 76 متر، بيربط ما بين معبد الأقصر اللي هو ورايا زي ما حضراتكم شايفين وما بين معبد الكرنك اللي احنا هنروحه بعد شوية برضو مع حضراتكم. طيب ببساطة شديدة، هو ايه حكاية بقى طريق الكباش في 2020؟ ايه اللي هيحصل فيه؟ سمعنا ان في كباش هتتنقل لميدان التحرير، طب اصل الحدوتة ايه؟ وهل هو هيكونوا من 1200 تمثال، يعني حوالي 1200 تمثال اللي موجودين في طريق الكباش دولت اللي بيجسدوا الإله أمون في رمز التمثال وفي رأسه طبعا اللي كان بيرمز ل يعني الكبش أو رمزه الأساسي الكبش، وطبعا الجسد بيكون أسد رمز للقوة. احنا عايزين نسمع تفاصيل الحكاية، عشان كده كان لازم يكون لينا لقاء مع الأستاذ الطيب غريب مدير معبد الكرنك عشان نسمع منه أصل الحقيقة والحدوتة أخبارها إيه. تحياتي لحضرتك في البداية. الله يحفظك يا فندم، تحياتي لحضراتكم منورين الأسر. أهلا وسهلا بحضرتك ومنورة بأهلها. الله يحفظك. احنا عايزين نسمع يعني بداية الحكاية إيه؟ والله هو حضرتك بالنسبة لطريق الاحتفالات ده التسمية الصحيحة ليه، طريق الاحتفالات اللي احنا واقفين في بدايته حاليا، ده الطريق اللي تم تشييده في عصر المصريين القدماء بداية من الأسرة الـ18 مرورا بالأسرات المختلفة حتى نهاية التاريخ المصري في الأسرة الـ30 الملك نختنبو الأول. الطريق بيمتد زي ما قلت حضرتك حوالي 2750 متر، من بيربط ما بين معبد الأقصر اللي احنا في رحابه حاليا وحتى مجموعة معابد الكرنك اللي موجودة إلى الشمال من معبد الأقصر. العرض 76 متر، في حوالي 1200 تمثال تقريبا، بيختلف الشكل لأنه تم تشييده في فترات مختلفة من التاريخ المصري. أحيانا بنلاقي رمز الإله أمون في الناحية الشمالية عند معابد الكرنك، وهو زي ما حضرتك برضو تفضلت وقلتي بيرمز للإله أمون برأس كبش، تجميع للقوى المختلفة في الطبيعة في شكل الإله الأوحد، شكل الإله الكامل، الإله أمون رع. الجزء الجنوبي اللي احنا واقفين في رحابه حاليا بيمثل في شكل رأس جسد أسد ورأس بيمثل الملك نختنبه الأول اللي هو سفينكس. السفينكس، كلمة سفينكس هي بتشمل كله بالضبط كده. الطريق طبعا مر بمراحل مختلفة، تم أول بدايات الكشف عنه كانت سنة 49 على يد عالم الأثار المرحوم زكريا غنيم، واستمرت أعمال الحفاير بعد كده سنة 58 لسنة 60 على يد عالم الأثار دكتور محمد عبد القادر بعد كده، وكان في الجزء الجنوبي كل الأعمال دي تقريبا، وبعدين استمرت العمل مرة تانية على يد الدكتور محمود عبد الرازق في سنة 61 لغاية لما وصلنا لعصر الدكتور محمد الصغير أحد علماء الأثار المميزين واللي اشتغل في أغلب الأماكن الممتدة من الناحية الجنوبية وحتى الناحية الشمالية، وتركز العمل بتاعه في المنطقة الشمالية المحيطة بمجموعة معابد الكرنك وخاصة في المنطقة الواقعة ما بين معبد موت ومعابد الكرنك يعني الداخلية. الكلام ده من 70 سنة ما كانش حد يعرف عنه حاجة. كان الطريق مردوم تماما أسفل الأتربة والرمال اللي غطت أغلب الأثار المصرية في ذلك الوقت، وتم الكشف عنها تباعا عن طريق الأجانب، وبعدين بدأ المصريين علماء الأثار المصرية يدخلوا في هذا المجال وكان ليهم باع كبير في الاكتشافات الأثرية حتى وقتنا الحاضر بالضبط كده. أما بقى قصة طريق الكباش أو ما يعرف بالأربع كباش، احنا كده عايزين نعرف يعني تحديدا يعني أستاذ طيب أنهي كباش الأربعة اللي هيتنقلوا من الطريق ده تحديدا للتحرير، ولا أنا بتكلم في حاجة غلط وده مش المكان أصلا ولا إيه بالضبط؟ لا لو هنتكلم كده احنا واقفين في المكان الغلط. أولاً أصلاً واقفين في المكان، الغلط. طريق الكباش طبعاً دي أحد الإشاعات اللي بنعاني منها وبتعاني منها الدولة المصرية من فترة طويلة، إشاعات مغرضة
وكلها ليس لها أي أساس من الصحة، وكلها بتنال من الدولة المصرية. ما فيش حد يقدر يحرك تمثال واحد من طريق الكباش، بالعكس دي الدولة متمثلة في كل القطاعات بتاعتها وكل المصالح بتاعتها، بتسعى سعيا حسيسا وقدما في الكشف عن طريق الكباش، ترميم التماثيل، تقوية هذه التماثيل لمحاولة افتتاح الطريق إن شاء الله في أقرب فترة ممكنة إن شاء الله. الطريق الاحتفالات الكبرى وطريق المواكب الكبرى اللي كان بيستخدم في الاحتفالات الدينية وخاصة احتفالات عيد الأبط الجميل وغيرها من الاحتفالات الدينية والاحتفالات السياسية اللي كانت بتتم في ذلك الوقت والخاصة بالفرعون الملك أو الإله الأعظم أمون رع، محدش يقدر يمس حاجة منه، بالعكس ده احنا بنحاول نجمله، بنحاول نزينه عشان إن شاء الله لما نفتتحه نفتتح افتتاح يليق بالدولة المصرية، وهيكون إن شاء الله افتتاح عالمي. طيب لا واحدة واحدة بقى عشان المعلومات دي مهمة جدا. يعني احنا دلوقتي بنقول ان هو طريق طويل جدا 2750 متر بالظبط، بيضم حوالي 1200 تمثال تقريبا ما بين معبد الأقصر لمعبد الكرنك. تمام. التماثيل دي ملهاش اي علاقة بالاربع كباش اللي هيتنقلوا ميدان التحرير اطلاقا. لا عايز افهم بقى، طب يعني كباش اللي هتتنقل ميدان التحرير؟ حاضر. القصه كلها بتتلخص ان في معابد الكرنك احنا عندنا اربع طرق للكباش. الطريق الامامي اللي هنشوفه ان شاء الله لما تزوروا حضراتكم معابد الكرنك ده ان شاء الله بعد شويه، بعد شويه ان شاء الله، ده الطريق المؤدي الى البوابه الرئيسيه، وده فيه 20 كبش على كل جانب لمسافة 50 متر، وده موجود برضو محدش يقدر يمس أي كبش منه. أما الكباش اللي تم اقتراح تحريكها ونقلها للتحرير لتزيين ميدان التحرير وجعله مزار سياحي عالمي، دي أربع كباش موجودة خلف التل الأسري اللي تم استخدامه لبناء الصرح الأول زي ما هنشوف بعد شوية. والأربع كباش دي كانت وحتى الآن هي مخفية غير مرئية لسواء الزائرين أو السادة السائحين، ومردومة تحت الأتربة، كانت مردومة تقريبا تماما ومحدش بيحس بيها، وكانت خلف التل الأسري ومحدش يقدر يشوفها أصلا. يعني تم اكتشافها من جديد نقدر نقول كده؟ لا هي مكتشفة قديما ولكن مخفية خلف التل الأسري، لما حضرتك هتشوفي هيختلف يعني محدش كان بياخد باله منها أصلا. إطلاقا إطلاقا، لأن هي مخفية في مكان مخفي تماما ومردومة كمان بالأتربة، فمحدش بياخد باله منها. فارتقت وزارة الأثار في أثناء أعمال التطوير اللي هتتم إن شاء الله برضو في ميدان التحرير في 2020 إن احنا نحط مسلة مصرية، أحد بقى الرموز العظيمة في الحضارة المصرية القديمة، وأربع كباش المخفية لتزيين هذا الطريق. وهذه ليست بدعة، كل ميادين العالم تقريبا بدون استثناء بتضع آثار سواء مصرية أو سواء من آثار حضارتها الشخصية في الميادين العامة لبس نوع من أنواع الروح الوطنية ودعاية للدولة بتاعتها. فإحنا مش بنعمل حاجة جديدة ولا حاجة بدعة بالنسبة لنا، لا ده حاجة متفق عليها في العالم أجمع، كل ميادين العالم فيها مسلة مصرية أو أحد التماثيل اللي بتمثل زي روما مثلا بتمثل الحضارة الرومانية على سبيل المثال، كل ميادين العالم فيها هذا الأمر، فهذه ليست بدعة. أما الاعتراض على تحريك هذه الكباش، فهذه الكباش ليست من أولا طريق الاحتفالات الكبرى أو ما يعرف بطريق الكباش تماما، ولا حتى اللي احنا فيه حاليا بدايته في معبد الأقصر، ولا حتى من طريق الكباش اللي بيتقدم معابد الكرنك، ولكن هذه الكباش موجودة داخل الفناء الأول في الناحية الجنوبية لمجموعة معابد الكرنك، وهذه الكباش كانت مخفية كانت مردومة وما زالت مخفية خلف التل الأسري، ولا يشعر بها لا السائح ولا الزائر إلى معابد الكرنك، وكانت مردومة تحت الأتربة والرمال. فارتأت وزارة الأثار إن احنا ليه نسيبها كده، احنا ننظفها ونحاول نستغلها في مكان تاني، منها إن احنا نعمل عملية تطوير يتماشى مع روح الحضارة المصرية القديمة وروح طيبة بقى الجميلة، بإن احنا نحط مسلة للملك رمسيس الثاني أحد أعظم ملوك الحضارة المصرية على الإطلاق، وكذلك أربع كباش بيمثلوا الحضارة المصرية الطيبية في عصرها الذهبي عصر الدولة الحديثة. المسلة برضو من هنا ولا المسلة منين؟ لا المسلة هتكون من تنيس في الشرقية في الشرقية للملك رمسيس الثاني.
برضو كانت تعتبر يعني كانت فندم متكسرة. لا أكتر من كده كمان، دي كانت عبارة عن مجموعة من الأحجار موضوعة على المصاطب، تم ترميمها وتجميعها وتقويتها على يد المتخصصين في وزارة الآثار المصرية. وكذلك الأمر بدل ما احنا نسيبها على الأرض أو على المصاطب، ارتقينا برضو ان احنا نستفيد بها ونستفيد منها في مكان تاني ونعرضها للجمهور في خطة تطوير اللي هتتم في ميدان التحرير. أستاذ طيب، يعني سؤالي الأخير قبل ما نروح يعني مع حضرتك لمعبد الكرنك، يعني الكباش اللي هناك أو اللي هتتنقل لميدان التحرير على هيئة سفنكس ولا على هيئة رأس الإله أمون الكبش؟ احنا قلنا ان طريق الكباش مر بمراحل مختلفة ابتداء من عصر الدولة الحديثة، تحديدا عصر الأسرة 18 ومرورا بالتاريخ المصري حتى نهايته في العصر الأسرة 30 الملك نختنبه الأول، ولذلك اختلفت أشكال التماثيل. عشان كده احنا بنصحح المعلومة بنقول انه التسمية الصحيحة لهذا الطريق هو طريق المواكب الكبرى أو طريق الاحتفالات العظيم، لأنه في مجموعة من التماثيل. التماثيل هنا بتمثل الملك في شكل أسد، جسد أسد ورأس الملكية. أما في الناحية الشمالية في معابد الكرنك فبيمثل الإله العظيم الإله آمون رع اللي كان بيعبد في ذلك الوقت، وبيأخذ شكل أسد ولكن رأس الكبش ذو القرون المستديرة. أستاذ طيب، طب يعني فين الكباش المفترض يعني هتنقل إلى ميدان التحرير؟ للأسف احنا كده واقفين في المكان الغلط. الكباش احنا بنتكلم عنها موجودة في مكان تاني خالص، احنا واقفين في الناحية الجنوبية وهي موجودة في الناحية الشمالية في معابد الكرنك. لو تحبوا نشوفها عن قرب ونتعرف عليها يبقى هستأذنكم تشرفونا في معابد الكرنك. لا ده احنا نحب قوي قوي. طيب يلا بينا. تفضلي. تحياتي لحضراتكم من تاني. أستاذ طيب، حضرتك جبتنا هنا فين وليه؟ طيب احنا خلصت طريق كباش 2750 متر تقريبا من معبد الأقصر جنوبا وحتى معابد الكرنك شمالا. احنا قلنا هناك ان احنا عندنا اربع طرق للكباش موجودة في أماكن مختلفة في معابد الكرنك. ده الطريق الرئيسي اللي احنا عديناه ودخلنا منه ودخلنا إلى الفناء الأول، أحد أهم الأجزاء الرئيسية أو الجزء الأول الرئيسي داخل معابد الكرنك، واللي بيوجد فيه امتداد طريق الكباش الخارجي اللي بيوجد أمام البوابة الغربية لمجموعة معابد الكرنك، ولكنه مقسوم لنصين. النص الأول هو اللي برا 20 كبش على كل جانب، الجزء الثاني هو الجزء اللي احنا في صدد الحديث عنه حاليا واللي منه هيتم اخذ اربع كباش هم وراء التلة الأثرية اللي موجودة خلفنا هنا، وكانوا مردومين كانوا مهملين، فارتقت زي ما قلنا هناك وزارة الآثار في خطة تطوير منطقة التحرير وجعلوا مزار سياحي عالمي زيه زي أي مكان في الدنيا، زي كل الميادين العالمية المحترمة السياحية. هيتم عمل ميدان التحرير على غرار هذه الميادين العالمية العظيمة المحترمة، وحيتم وضع مسلة من تنيس الشرقية شرق الدلتا، وحيتم أخذ أربع كباش كانت خلف التل الأثري الموجود داخل الفناء الأول في الناحية الجنوبية على يمين الداخل مباشرة إلى الفناء الأول بمعابد الكرنك. طيب حضرتك يعني قلت وكلمت على فكرة نقل المسلات كمان ونقل المسلة يعني مع الأربع كباش اللي هيكونوا في ميدان التحرير إن شاء الله، المسلات دي بتتنقل إزاي أصلا كمان؟ طبعا المسلات دي كان ليها طريقة بيستخدمها المصري القديم، ومن الطريف أن حضرتك تعرفي أن ما زالت هذه الطريقة هي اللي بتستخدم حتى الآن في بعض الأماكن. بس أنا بحيل حضرتك بقى لواحد من المتخصصين في نقل الآثار والمسلات ورفعها زيه زي المصريين القدماء بالضبط، الرئيس محمود فاروق من أحد العائلات اللي بتشتغل من زمان في هذا المجال أبا عن جد. أتمنى أن حضرتك تقابليه لو عندك وقت وهو هيحكي لك بالتفصيل. يلا بينا. تفضل يلا بينا. بشكر حضرتك طبعا يعني على كل التفاصيل. أنا اللي بشكر حضرتك. أنا اللي بشكر حضرتك. شكرا لحضرتك.
لسه مستمرين مع حضراتكم داخل معابد الكرنك، وهو يعني الحقيقه مش معبد واحد زي ما هو بيشاع ان هو معبد الكرنك، لا هو مجموعه من المعابد، فالمسمى الصحيح ان هو معابد الكرنك وليس معبد الكرنك، دي معلومه كده على الماشي. طيب مش هاخد من وقتكم كتير في موضوع شديد التعقيد اللي هو ايه بقى، اللي هو نقل المسلات ونقل التماثيل، وناس كتيره قوي بتبقى بتتساءل وبتقول طب ازاي هينقلوا تمثال مثلا من مكان لمكان تاني من غير ما يفقد رونقه او اثره او ايا كان من التفاصيل الكتيره جدا. عشان كده كان لازم يكون لينا لقاء مع مين بقى، مع الرئيس محمود فاروق، وده يعني كبير عمال معابد الكرنك، عشان يعني ليه باع وليه يعني رصيد كبير جدا في نقل المسلات والتماثيل في مصر بشكل كبير جدا. انا مش هاخد من الكلام كتير وخلي حضراتكم تسمعوا يعني ويطمنكم في موضوع نقل المسلات والتماثيل بشكل كبير. يا ريس تحياتي لحضرتك. شرفتينا يا فندم، منورت الكرنك والله، يعني ان شاء الله سعداء والله. الكرنك والاقصر كلها منوره باهلها. لا والله انتم نورتونا النهارده ان شاء الله، ويكون كده يوم جميل ان شاء الله كده، ان شاء الله وسنه سعيده عليكم ان شاء الله. ربنا يكرمك يا رب. طبعا موضوع نقل التماثيل والمسلات ده بيبقى موضوع يعني ناس بتشوفه قوي ان هو معقد يعني ومليان تفاصيل كتيره، وازاي ان في حد يقدر ان هو يشيل اثر زي ما هو اتعمل في مكانه ويوديه مكان تاني من غير ما يفقد اي نوع من انواع التفاصيل. انا محتاجه بقى حضرتك تكلم المشاهدين في التفصيله دي تحديدا. اول حاجه لازم نعرف حاجه واحده، مصر القديم عمل حاجات لنا، ولما احنا بنلقاها مثلا يعني حاجه واقعه مش معقول هتشيل مره واحده ونركب. اول حاجه بتدرسيها بتشوف الاثر ايه حالته، يمكن يكون مكسور، يمكن عاوز ترميم، عاوز حاجه. ثانيا انت عمليه النقل مش اي نقل، مش هتشيل عطل النقل، لازم اول حاجه لو حبيت تحركيه من مكان او تركبيه في انواع مخصوصه من الحبال اللي لازم ترفع بيها، لازم تغلفيه بالقماش وبعدين اسفنج، لان القماش اسفنج، وبعدين بتدي طبقه من الخشب. لا قدر الله لو في حاجه برضك انت حميتيه، اول حاجه لازم تحميه عامه كله. وثانيا لازم تعرفي الحموله اللي هتشيلها. يعني المصري القديم اعتمد على ان لما يجي يرفع كتله هرفعها كام، هتشوف هي هتعمل معاه كام عامل كام، ازاي طريقه الرفع. فاعتمد على حاجه واحده، اعتمد على انه يشوف المكان ويعمل له اساسات، اهم حاجه الاساسات، لان كتله مثلا زي المسله دي مش كتله يعني 10 طن ولا 20. اول حاجه المسله دي بتعدي 200 طن، المسله الثانيه دي 376 طن. انت عاوز ترفع 376 طن في مكان لازم تبني له الاساس كويس صح، لازم تعمل له الحس ان الاساس لازم ما يتحركش، مش معقول هتوقف في مسله وتعمل اساس تاخذ زاويه ولا حاجه يكون انت ما عملتش غلط. فهو اعتمد ان يعمل الحاجه الاول بالمسلسل، وثانيا اعتمد في عمليه النقل لازم يعملها بطريقه صح. يعني انت عاوز ترفع المسله ما عندوش هوناش، ما عندوش امكانيات، فاعتمد على الحاجات برضك تدي له ايه، تدي له عمليه النقل صحيحه وتدي له عمليه بس في نفس الوقت بدائيه، بدائيه كله ما فيش عندي هونا كل حاجه يدوي. اعتمد على ازاي يحرك الاثر، لازم يغلفه بخشب القماش والخشب، اعتمد انه يعمل له زي زلقه من الخشب. الاول كان عشان يرفع المسله زي دي لازم يبني طوب لبن، طوب لبن مسافه عشان لازم يجيبها من حته عاليه وينزلها على الاساس، فعشان يعمل حته مسلوبه لازم ياخذ مساحه معه عشان يبني كميه الطوب اللبن، عاوز وقت. وبعدين لازم يحط فوق الطوب اللبن قطعه من الخشب، لان قطع الخشب لما انت تسحب المسله معمول على حاجه صلبه، خشب فوق وخشب تحت ومعمول على حاجه صلبه، ممكن كان يحط قطعه من الشحم وبعدين بالميه وبعدين بمساعده العمال بتمشي معاه. ويعتمد حاجه ثانيه انه لما حب يعمل المسله في القاعده عمل زي مجرى، بحيث لما تاجي من اعلى المسله لو انت جبتيها من اعلى هتنزل على طول، بس عمل لها حاجه في القاعده بحيث توقفها القاعده وبعدين يفكر في حاجه ثانيه يردها. يعني يا ريس افهم من كلامك ان حضرتك بتنقلها زي المصري القديم ما هو كان عاملها بالظبط. حاليا انا ما اقدرش، يعني مثلا حصلت حاجه ما اقدرش ادخل منشنه. لازم اقرب حاجه تعملها زيهم باليدوي. طب والتماثيل بقى؟ التماثيل بقى معظم التماثيل لو احنا محظوظين في طريق للونش تمام. ما فيش لازم يدوي. ازاي يدوي بنفس الطريقه اللي حضرتك؟ نفس الطريقه، لا ما فيش محاله، نفس الطريقه بالظبط. سواء مسله بقى تماثيل هي الطريقه بتاعتها، نفس الطريقه بالزبط. اليدوي نفس الطريقه اللي انت بتعتمد على اليدوي ليه؟ لانك انت هي الصح وهي اقرب حاجه. معلش انا في صاله الاعمده ما اقدرش اجيب حجر 10 طن ادخل له ونش،
وصلت الأمدى شفت الأمدان، شفت الارتفاع الأمدان، ما قدرش أجيب ونش. وغير كده طب يا ريس، ممكن لما يكون عندك ونش ومتوفر عندك، بس في نفس الوقت التمثال ده أو بعض التماثيل يعني ما ينفعش تنقلها إلا بالطريقة اليدوية، هل بيبقى ليها صفات معينة؟ يعني مثلا أنا هرفع ونش، هرفع تمثال، عاوز ونش. أول حاجة الونش اللي هجيبه ما يدرش المكان اللي حواليه. تمام. أول حاجة لازم أعمل له أرضية بحيث مش عاوز أي هزة. يعني الونش كمان ليه شروط؟ ليه شروط، مش أي ونش كمان اشتغل. ممكن ونش تشتغل يبقى برا، أنت مش هترفع معلش حاجة حديثة. أنت بترفع حاجة حواليك مباني أثرية. والمباني يعني لازم تعرف فيه، يعني حتى الرجلين بتاعت الونش لازم بيكون لها قاعدة خشب، لأنك عشان توزع حمل ما يتحملش على حتة واحدة. وثانيا مش أي دلوقتي عشان تجيب ونش لازم عاوز لك ونش حديث، عاوز لك إمكانيات. والأهم من ده كله لازم ترفع بالصبانات والحبال، لازم تكون منقطعة كويسة للحجر. مش معقول أجيب صبان حاجة حديد أو واير حديد أشتغل بيه، دي ما الغير. في دلوقتي الوايرات خشب أو من الحرير أو من القماش، دي أحسن حاجة دي. يعني نطمن ما فيش مشاكل. والله أنا عملت اثنين على كده في صالون الحجر، ممكن أنت لو رحتي بردك الشرقية في صالون الحجر. أنا عملت اثنين وعملت أكبر عمودين بردك هناك وعملت تمثالين. والحمد لله. وممكن تسأل في صالون الشرقية، يعني الناس كلها عارفة ده، وعملنا حاجة وإن شاء الله الناس مبسوطة وربنا كرمنا إن إحنا كان عندنا إمكانيات وسهلونا الإمكانيات ناس الشرقية. وانا سعيد ان الدكتور خالد العنان والدكتور مصطفى الوزيري اداني الامكانيه دي في الشرقيه اعمل اثنين. الحمد لله كنت عند حسن ظنهم والحمد لله، يعني عملنا حاجتين. ويمكن لو رحت انت معبد الشرقيه في صالون الحجر هتشوف كان الاول ازاي ودلوقتي بقى ازاي. يا ريس احنا تشرفنا بيك والله، احنا متشرفين وبشكرك على التفاصيل والمعلومات المهمه دي. لا انتوا نورتونا، وان شاء الله هنكون عند حسن ظنكم وهنعمل حاجه ان شاء الله هتتبسطوا ان شاء الله باذن الله. والله وانا بحب اطمن الساده المشاهدين كلهم. والله يعني احنا صح متعلم، بس انا الحاجات دي اشتغلت فيها خبره عن والدي. والدي اخذها من جدي، وغير كده انا مخذها خبره على العيله كلها. وثانيا انا قريت في الكتب وعرفت ازاي وعملت كل حاجه، وان شاء الله هنعمل الصح مش هنعمل حاجه لغير الصح. يا ريس انا بشكرك شكرا لا والله جزيلا، واشوفك على خير دايما، واهل الصعيد دايما يعني منورين كل الاماكن العظيمه اللي موجوده في مصر دي. انتوا نورتوا الصعيد، وان شاء الله كده تكون سنه سعيده عليكم، وان شاء الله نشوفكم قريبا كده، وان شاء الله هنشوفكم بعد ما نخلص في التحرير ان شاء الله، هتشوفوا المساله ان شاء الله، إن شاء الله ونتقابل تاني ان شاء الله ان شاء الله. لحضراتكم من جديد، وما ينفعش ان احنا نكون في الأقصر اهم المدن السياحية اللي في العالم ونفوت الفرصة وما نعرفش ايه معدلات ومؤشرات السياحة في مصر من عام 2014 لعام 2019، بما ان احنا لسه يعني في اول موسم 2020. كل سنة وحضراتكم طيبين. عشان كده كان لازم يكون لنا لقاء مع الأستاذ حسام عبد الله المدير الإقليمي لإحدى الشركات السياحية العالمية في مصر. مستر حسام تحياتي لحضرتك في البداية. أهلا وسهلا يا فندم. طيب إحنا عايزين نعرف يعني حتى لو من خلال شركة حضرتك الكبيرة اللي موجودة في مصر، السياحة أخبارها إيه ومؤشراتها في الأربع سنين اللي فاتوا، يعني من 2014 ل 2019. إحنا عارفين إن السياحة هي يعني بتحسب مش بالسنين، بتحسب بالمواسم يعني. فعلا. أخبارها إيه؟ الحقيقة حصل تطور كبير جدا في أعداد السائحين بدءا من 2014 حتى 2019 على جميع الأصعدة وجميع الشركات بصفة عامة، وفي شركتنا إحنا بصفة خاصة. إحنا من 2014 حتى 2019 زدنا ما يقرب من 50% في أعداد السائحين، واحنا لينا الاولويه طبعا في السياحه الجالبه في الشركه، من ضمن الشركات الجالبه للسياحه الاوروبيه لمصر في منطقه المانيا والنمسا
وسويسرا وهولندا وفرنسا وانجلترا. يعني مختلف الجنسيات. مختلف الجنسيات. 50% من 2014 ل 2019. فعلا. وبنخطط كمان، احنا وصلنا لما يقرب حوالي اقل من مليون سائح 2019، موسم 2019 اقل من مليون سائح بحاجه بسيطه، وتخطيطنا ل 2020 ان شاء الله يبقى مليون و 300 الف سائح. طيب بالنسبه للتطوير، هل حصل تطوير مثلا في الاربع سنين اللي فاتوا في مدينه الاقصر مثلا على سبيل المثال؟ يعني بما ان حضرتك يعني رصدت، او احنا في طبيعه المكان يعني في قلب الصعيد في الاقصر، هل فعلا في تطور حصل يعني بشكل او باخر في الاربع سنين؟ حصل تطور كبير طبعا ضمن جميع المناطق الاثريه في الاقصر. وانا او حضرتك اكيد لاحظت كمان اخر حاجه اتعملت كان الممشى السياحي اللي موجود على النيل، لسه مخلصين من حوالي اسبوعين او ثلاثه، ودي حاجه قويه الكورنيش. جدا شكلها كورنيش، ممشى سياحي كورنيش، ودي حاجه جميله جدا واسعدت ناس كتير جدا. ومن ضمن الحاجات برضو اللي اسعدتني انا شخصيا دمج وزاره السياحه والاثار مع بعض تحت قياده الدكتور خالد العناني، راجل فاهم وعارف بيعمل ايه كويس جدا، وانا يعني انتظر منه حاجات افضل وافضل. حصل برضو ان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عملوا بدءا من امس لجنه وزاريه تحت قيادته هو خاصه بتذليل كل العقبات الخاصه بالمناطق السياحيه والطرق، ودي هي بقى الاساس المشكله كان عندنا هنا في الاقصر ما بين المشاكل الطرق ما بين الاقصر والغردقه البحر الاحمر، ما بين الاقصر ومرسى علم، ما بين الاقصر وقنا وهكذا، وما بين الاقصر واسوان. فانا اعتقد ان هم هيبداوا يشتغلوا على هذا الموضوع اللجنه الوزاريه دي، ونتمنى الافضل للاقصر واسوان ان شاء الله باذن الله. السؤال الاخير لحضرتك يعني استاذ حسام، اكيد انت عارف يعني الفيدباك او رجع الصدى بالنسبه للسائحين خلال الاربع سنين اللي فاتوا، شايف في تحسن في الاراء او يعني المرجعيه ليهم، او رجع الصدى بالنسبه لزيارتهم لمصر بشكل عام والاقصر بشكل خاص، ولا الاراء واحده في الاربع سنين، ولا ايه بالظبط؟ لا اكيد في تحسن كبير جدا 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 في الاراء، بدليل زياده اعداد السائحين. حاجه زي السياحه الفرنسيه كان قالوا جدا في الفتره الاخيره، ولكن حاليا بدا من 2018 2019 رجعوا بأعداد كبيرة جدا، وشركتنا على سبيل المثال في طيران شارتر، أكبر شركة نزل طيران شارتر لفرنسا من فرنسا عفوا للغردقة، وكذلك بدأنا كذلك لشرم الشيخ. فده مؤشر كبير جدا على التطور في الأداء السياحي. بيقولوا لحضرتك ايه في التحسن مثلا اللي حصل في الأربع سنين؟ في حاجة طرق مثلا، الأماكن السياحية، النظام، ولا لسه احنا عندنا بعض التحديات وعايزين نجتازها؟ يعني ايه بعض الآراء ليهم هم؟ طبعا علشان نرضي جميع الأطراف عمرنا ما هنقدر نرضي جميع الأطراف، ولكن في تحسن ملحوظ والناس بتتكلم على هذا التحسن، وفي نفس الوقت لهم برضو بعض الآراء التانية اللي هي أو نقدر نقول عليها ملاحظات لتحسين الأداء في طريقة التعامل مع السائحين نفسهم، في الطرق زي ما قلت لحضرتك، وموضوع اللجنة الوزارية قلت لحضرتك عليها دي هتبقى حاجة ممتازة جدا للطرق بالذات. حضرتك يمكن أشرت لموضوع مهم جدا، اللجنة الوزارية ما بين وزارة السياحة والآثار، واللي أمر بتشكيلها رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. إيه المتطلبات اللي حضراتكم مستنيينه من اللجنة دي كشركات سياحة بشكل عام؟ يعني احنا كشركات سياحة منتظرين بعض الحاجات أو حاجتين أساسيتين من اللجنة. أول حاجة الطيران الداخلي، محتاجين نزود أعداد الطيارات داخل دوميستيك فلايتس داخل مصر. الحاجة الثانية منتظرين أداء وتطوير أكتر للطرق بالذات للمناطق السياحة الثقافية بين الأقصر وأسوان، وربطها بالبحر الأحمر، وربط المدن ببعض وربطها بالبحر الأحمر وهكذا.
أستاذ حسام عبد الله المدير الإقليمي لإحدى الشركات العالمية الكبرى السياحية في مصر، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك من أورينجوس. جولتنا مشاهدينا اللي كانت في يوم شاق جدا وممتع جدا النهاردة ما بين معبد الأقصر، وكمان وإحنا خارجين دلوقتي من ممر تاني لطريق الكباش من معبد الكرنك. الكباش زي ما هي، مفيش حد هياخدها، مفيش حد هينقلها، مفيش حد هيحركها من مكانها. احنا عرفنا بالظبط ايه الكباش اللي هتتنقل لميدان التحرير، ما نسمعش اي اشاعة ونبدأ ان احنا نرددها ونقول ولا وهيشيلوا وهيروحوا وهيودوا وهيجيبوا. احنا النهاردة روحنا جولتنا دي في الأقصر من قلب الصعيد عشان نوصل لحقيقة الموقف ده، وفعلا على قد ما قدرنا ان احنا وصلنا لحضراتكم حقيقة المعلومة. تقبلوا تحيات فريق العمل اللي بتوجه ليه يعني بشكر خاص ان هو تعب معانا النهاردة وكان ليه مجهود خاص جدا في ان الحلقه دي تطلع لحضراتكم، وتقبلوا تحياتي اي عبد الرحمن، والى اللقاء.